شأنية تعليمية، حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن، سواء من خلال الإعلانات أو الروابط أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث مع ضيفنا مستشار وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي السيد مهند الخطيب. سيد مهند، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. نتحدث عن دعوة الطلاب للتأكد من أن المكاتب معتمدة، كيف كطلاب نتأكد أن المكاتب معتمدة؟ مساءكم، مساء جميع الإخوة المشاهدين عبر قناة المملكة. اليوم ونحن على أعتاب إعلان نتائج الثانوية العامة، وكون الوزارة تعي بأنه خيار الدراسة خارج المملكة هو أحد الخيارات الموجودة أمام أبنائنا الطلبة، ندعوهم كما تفضلت للتأكد من مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي التحذير الذي أصدرناه اليوم تم تضمين هذا التحذير لرابط إلكتروني على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن قائمة رسمية بأسماء 34 مكتب خدمات جامعية مرخصة بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحق لها أن تمارس العمل فيما يتعلق بالحصول للطلبة على قبول في الجامعات غير الأردنية. وبالنسبة للجامعات المعتمدة وللطلبة الذين لا يذهبون إلى مكاتب بل يقومون هم بالمراسلات مع الجامعات، كيف للطلاب التأكد من هذه الجامعات المعتمدة بالنسبة لكم في التعليم العالي؟ نعم، أيضا على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هناك قائمة تتضمن أسماء جميع مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، سواء كانت العربية أو العالمية، وهي قرابة 3000 مؤسسة وأكثر، مصنفة حسب الدول، بحيث يستطيع الطالب أن يقوم بوضع اسم الدولة التي يرغب بالدراسة فيها ثم البحث عن اسم الجامعة. أحيانا تظهر له اسم هذه الجامعة معتمدة بشكل كامل لجميع البرامج وجميع التخصصات ولجميع الدرجات، وأحيانا يظهر له وضع خاص لهذه الجامعة بتحديد البرامج والتخصصات والدرجات المعتمدة. وبالمناسبة أخ علي، وزارة التعليم العالي ومن خلال لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية تقوم بشكل دوري بتحديث بيانات هذه الجامعات وإضافة جامعات جديدة إلى القائمة أو إلغاء جامعات أخرى من هذه القائمة. لذلك في لحظة حصول الطالب على القبول وقيامه بعملية التسجيل والالتحاق في هذه الجامعة عليه أن يتأكد من أن هذه الجامعة معترف فيها ومدرجة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كنا نأكد على نقطة سيد مهند بأنه لحظة التسجيل هي المهمة، ما يحدث بعد ذلك غير مهم. بالتأكيد سيدي، لأنه إذا التحق طالب ما في إحدى هذه المؤسسات ثم أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بإلغاء الاعتراف بهذه الجامعة فإن هذا القرار يطبق من لحظة صدوره، وعلى الطلبة الذين سيلتحقون في هذه المؤسسة بعد صدور قرار وقف الاعتراف فيها، ولا يطبق بأثر عكسي على الطلبة على مقاعد الدراسة الذين التحقوا فيها سابقا أو الذين تخرجوا وحصلوا على درجات علمية منها. طب العكس، كانت غير معتمدة كاملة أو في بعض التخصصات ثم تم اعتمادها؟ لا يوجد مشكلة سيدي، في لحظة ما يتم اعتماد هذه الجامعة أو البرامج الموجودة فيها يتم الاعتراف بشهادة الطالب ومعادلتها في حال أن الطالب استوفى باقي الشروط الأخرى التي ينص عليها نظام وتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية. نعم، أنا آسف، أريد أن أعيد السؤال، يعني أنا قمت بالتسجيل في تخصص معين في إحدى الجامعات، الجامعة معتمدة أو والتخصص غير معتمد، أو
الجامعة غير معتمدة والتخصص غير معتمد، ولاحقا قامت الوزارة باعتماد تخصص أو اعتماد الجامعة، ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ سيد الفاضل، في لحظة التحاقك بهذه الجامعة لابد أن تكون الجامعة والبرنامج أو الدرجة والتخصص معتمد فيها. إذا كانت الجامعة معتمدة وبعد التحاقك بهذه الجامعة تم إلغاء الاعتراف بها، لا يتم تطبيقه على الطالب الموجود على مقاعد الدراسة، بل يطبق على من سيلتحق به بعد هذا القرار. أما إذا كانت الجامعة غير معترف فيها والطالب التحق ودرس فيها لسنة أو سنتين أو تخرج منها وثم صدر بعد ذلك قرار بالاعتراف بهذه الجامعة، يتم معادلة شهادة هذا الطالب حرصا على مصلحة هؤلاء الطلبة. نعم، وضحت الفكرة. الآن سؤال يتعلق بمحور آخر. قبل فترة استمعنا إلى إلغاء الامتحان الوطني فيما يتعلق باللغة الإنجليزية من أجل الدراسات العليا أو حتى من أجل الدخول إلى الجامعة، لماذا هذا القرار؟ نعم سيدي، يعني حقيقة احنا وضحنا في أكثر من مناسبة أنه كان هناك يعني مجموعة من الملاحظات التي شابت عقد هذا الامتحان في مؤسسات التعليم العالي الرسمية للأسف، ووردنا الكثير من الشكاوى والتقارير من أعضاء هيئة التدريس ومن الطلبة، وأيضا كان هناك تقارير إعلامية. حرصا من وزارة التعليم العالي ومن مجلس التعليم العالي على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، فارتأى أن يتم إلغاء عقد هذا الامتحان في الجامعات الأردنية الرسمية، وليس إلغاء الاعتماد هذا الامتحان لمن تقدم له سابقا. اليوم أصدرنا توضيحا جديدا بأن تاريخ سريان هذا القرار سيكون اعتبارا من تاريخ 1/9/2022، وحقيقة هذا الأمر جاء بعد أن قام مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية التي تعقد الامتحانات الدولية للغة الإنجليزية، وأن هناك جلسات في مواعيد متأخرة لم تمكن الطلبة الذين يرغبون بتقديم طلبات التحاق في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم من إتمام هذه الجلسات وتقديمها للجامعات في المواعيد الرسمية. فكان التأكيد بأن تاريخ سريان مفعول هذا القرار سيكون اعتبارا من تاريخ 1/9/2022، وبعد هذا التاريخ سيكون جميع الطلبة على مقاعد الدراسة أو الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا مستقبلا عليهم الالتزام بالامتحانات الدولية من خلال امتحان التوفل أو امتحان الآيلتس فقط. حتى للتخصصات التي لا تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة للتدريس، أو حتى لا تكون موجودة، مثلا الذي يدرس لغة عربية مثلا. نعم سيدي، هذا الامتحان هو شرط لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا بغض النظر عن التخصص الذي يرغب بدراسته وبغض النظر عن اللغة التي يدرس فيها هذا التخصص، لأنه حقيقة فلسفة الأمر في هذه النقطة بأنه طالب الدراسات العليا لابد أن يكون لديه حد أدنى من مستوى اللغة الإنجليزية التي تمكنه من استخدامها في حياته بعد الحصول على هذا المؤهل الجامعي الجديد، خاصة وأن الطالب الذي لا يحقق العلامة المطلوبة منه عليه أن يقوم بدراسة 6 ساعات كمواد استدراكية والنجاح فيها قبل بدء الدراسة في التخصص والجامعة الذي يرغب بالدراسة فيها. مستشار وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي سيد مهند الخطيب، شكرا جزيلا لك.